بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم إن شاء الله سنبدأ أولا بإطلالتنا إلى المجال الكهرومغناطيسي للأرض، حيث عادت التشوهات من جديد ولو بوتيرة ضعيفة، إلا أنها لا تخلو من تشوهات فهي لا تتوقف، وهذا سيعطي بل أعطى زلازل كما وقع في المغرب أن بالقرب من الحسيمة زلزالين 5.4. المهم كذلك سنتناول موقع ضيفنا الثقيل، حيث أنني حاولت البارحة محاولة رصده وقد لكن لم تكن الأجواء مواتية عندي هنا، فالأجواء الصافية والجافة والغير المقمرة من الشروط الأساسية لمشاهدة قبة السماء بوضوح. لقد قمت برصد الطارق لمدة ما يقارب ساعة تقريبا، حيث أنه الآن في موقعه التقديري العام عند يمين دلتا الجدي أو فوق كوكب المريخ ظاهريا على خط مسير الشمس، والآن القمر قد أصبح بالقرب منه ويعطي وهو علامة مميزة وبالنسبة للراصدين الهواة، فهو الآن بدون حراك، وسننتظر بداية الشهر القادم إن شاء الله حتى نلاحظ انزياحه الظاهري نحو اليمين، وسيستمر هذا الانزياح حتى بداية شهر 10 بعد الاعتدال الخريفي، ليلتف نحو اليسار، وزاوية وروده ثابتة، فهو زاوية وروده تكون ثابتة، فهو متجه في خط مستقيم، لكن الأرض هي من تغير جهة رؤيته أو جهة الرؤية الظاهرية. وأرجو من الأصدقاء الراصدين التركيز على منطقة ما فوق كوكب المريخ لهذا الأسبوع فقط، وحفظ تلك النجوم الثوابت، لأن هناك جرم منها سيتحرك نحو اليمين ببطء نهاية هذا الشهر، وعندها ستلاحظ أنه كائن سماوي خافت بعدسة وبقطعة عينية مناسبة. وبالإمكان الاستعانة بخريطة نجمية عبر برنامج ستيلاريوم، وسأطرح لكم صورته هنا، لأنه ستيلاريوم إصدار 1.2 أو 1.20، لأنه معزز بخط مسير الشمس ويوضح لنا الكثير من النجوم اللامعة والخافتة المهمشة. فالجرم الغير موجود على الخارطة النجمية في تلك المنطقة سيكون هو الهدف المعني، أي أنه هو الطريق، لأنه لا يوجد برنامج فلكي يوضع به نيبيرو كجرم مستقل. أما لمن يسأل عن تصوير هذا الكائن الزائر، فأنا أقوم بتصويره بلقطة شاشة فقط، لأني لا أتوفر على كاميرا تلسكوبية متوافقة مع تلسكوب اليدوي الذي لدي، لكنه كائن مميز. وسنتحدث الآن عن التشققات والتصدعات التي تنتشر بكثرة في مختلف بلدان العالم، وهذه هي نتيجة لزيادة نشاط الطبقة اللينة الصهارية الحاملة للقشرة الأرضية. تلك الطاقة الدخيلة فهي التي تحرك الطبقة اللينة وتحرك تيارات الصهارة الصاعدة والهابطة، وبالتالي تقوم بانزياح أو تعطي انزياح الطبقة الصخرية والرسوبية بشكل متغير الجهة وضغط على الصفائح الهشة. هذه المناطق معرضة لحدوث زلازل وبراكين أكثر من غيرها، وهي تنتشر في قعر المحيطات أيضا، لكن عندما تتلامس صفيحتان صخريتان متفاوتة الثقالة، فإن الصفيحة الأثقل هي التي تندس إلى أسفل الصفيحة الأخرى، تندس تحت الصفيحة الأخف، وتتشكل خنادق في قاع المحيط، وفي بعض الحالات من هذا الاندساس
ينقسم جزء من الخفيفة في قاع المحيط بسبب الضغط العالي الذي تتسبب فيه الصفيحة التي تغور تحتها، مما يسبب زلزال في تلك المنطقة. وعندما تنقسم الصفيحة تقوم ببعثرة أطنان من الصخور إلى الأعلى بقوة هائلة. ينتقل هذا الاندفاع الميكانيكي وتقوم بدفع الماء إلى مستوى أعلى من مستوى سطح البحر العادي، وبهذا الشكل يتشكل التسونامي البحري. لنتحدث أو نشرح موضوع الأشعة تحت الحمراء. فالأشعة تحت الحمراء هي ببساطة أشعة كهرومغناطيسية، يمكن للعين البشرية رؤية جزء من هذه الأشعة ونسميها الضوء الطيفي المرئي، ولكن لا يمكن للعين رؤية الأشعة تحت الحمراء لأنها طيف غير مرئي. فأجسامنا مثلا أجسام حرارية تصدر حرارة 37 درجة سيلسيوس، وكذلك باقي الأحياء كذلك، حيث بإمكاننا رؤية تلك الأجسام أثناء الليل بالضوء الخافت بوضوح. تتراوح طول موجة الأشعة بين 700 نانومتر كأشعة قريبة حتى 300 ميكرومتر كأشعة بعيدة. لكن المشكلة أن استخدامنا لتلك الأشعة في الرصد الفضائي، فإن تلك الأشعة تمتص من قبل الغلاف الجوي الأرضي، وخاصة إذا تواجد بخار الماء. لذلك أقول بأن الأجواء الجافة تكون ممتازة للرصد، وبالتالي يعطينا صورة فضائية مشوشة. لذلك قامت الدول الكبرى بإرسال تلسكوبات عملاقة معززة بتلك الأشعة لرؤية الأجرام والمجرات الخافتة والبعيدة، حيث تختلف نافذية الأشعة ما تحت الحمراء عند تخلخله في الغبار الكوني حسب طول الموجة المستخدمة. أي أن طول موجة اللون الأحمر 2 ميكرومتر إلى العشر مقارنة بنافذيات الضوء المرئي، وبذلك تصبح أجرام خلف سحابة الغبار مرئية ويمكن تصويرها، مثل تصوير النجوم ومركز المجرة. وعلى هذه الآلية البسيطة قامت إيراس بالتقاط أولى صور الطارق نيبيروا وهو على بعد مليارات الأميال عن الأرض سنة 1983. ومنذ ذلك الوقت والنخبة منشغلة بكيفية النجاة من هذا الوحش القديم، وبعده جعلت منه موضوعا ذو سرية تامة لحد وقتنا هذا. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.